أعلن بنك الكويت المركزي عن تخصيص إصدار صادرات وتورق بقيمة 200 مليون دينار لمدة 3 أشهر وبمعدل عائد 1.8%. يذكر أن البنك المركزي أصدر في 4 من شهر يوليو الحالي صادرات وتورق بقيمة 240 مليون دينار لأجل 6 أشهر وبنسبة عائد 22%. وتعتبر السندات أداة دين للاقتراض تلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع الفائدة. أما التوريق فهو عملية تتيح للمؤسسات جمع أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.